السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير وانتم كتهدوا هاد لا فيديو. مرحبا بكم عندي في القناه، قناه اللي هي جديده واللي المحتوى ديالها غادي يكون فيه اي حاجه كتفيدكم. نشارك معكم بزاف ديال الحوايج من حياتي ان شاء الله باذن الله. نشارك معكم وصفات اللي جربتها وصدقات لي، نشارك معكم مشتريات اللي صدقات واللي ما صدقاتش. فكنتمنى بدعمكم وتشجيعكم تكبر القناه وتستافدوا معايا ونستافد معكم ان شاء الله باذن الله. ومرحبا بكم مره اخرى. وقبل ما نبدا ندير الحوايج ونرجعوا لنفوسنا، الله يغفر لنا ويرحمنا ويرفع عنا البلاء وعن امه محمد صلى الله عليه وسلم في سائر انحاء العالم. المهم كلنا نبداو بالدعاء، نرفعوا كفوفنا الله سبحانه وتعالى ونقولوا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. يا رب يا رب ترفع عنا البلاء. علموا هادشي لوليداتكم البنات، والله يحفظكم ويحفظ وليداتكم وأسر ديالكم كبيرة أو صغيرة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كيشتو، راني مصورة لكم حدا البوطة. مادام انني مصوره حدا البوطه يعني غنقول لكم شي حاجه عليها. بالنسبه لهاد الفورنو اللي اونكاستري، لا مارك ديال ويربول، الحوايج اللي عاجبيني فيه هي العافيه تبارك الله، ما شاء الله كيطيب غزال، كيطيب بسرعه البرق صراحه ما شاء الله، كيطيب ليا مزيان. وعنده بريكه ديال الضو، ها هو البريز ديالها فين دايره، هو هذا عنده بريكه ديال الضو، هي تبارك الله ما شاء الله كيطيب من داك الشيء. يعني باش نحيد لكم الصباغ مطبب صافي مزيان. بالنسبه للعافيه نشعل لكم باش تشوفوا، صراحه تبارك الله ما شاء الله العافيه غزاله. وربع سنين وهو عندي البنات، هذا راه ربع سنين وهو عندي، هانتوما كي كتشوفوا ربع سنين وهو عندي بحال هكا، يعني ما خسروا لي الريوس ما حتى شي حاجه، عمره ما تبوشت لي شي راس من هاد الريوس هادو من هاد الكوانين اللي عندي. صراحه تبارك الله ما شاء الله خدام مزيان. بالنسبه الحاجه اللي ما عجبانيش فيه، انا راه اكسبري خليته ما بغيتش نلمعو حتى نوريه لكم، كنت منا يبان. هانتوما شوفوا، هانتوما غيبان لكم هنايا لي طراس ديال الشيفون فاش مسحتو، ها هما. يعني ضروري خاصك كل مره تمسحي، ها الاولى كل مره تبقاي تمسحي وتلمعي في نفس الوقت. يعني دابا دابا غنضطر انا خصك تلمعيه وهو سارد، يعني بحال هكا ما غاديش يتلمع لك، غتبقاو ديك لي طراس هكاك بقاو معيبين لك الفرنو. اي حاجه وقعت عرفتي، لا غير الخمله غير الخمله غير دخلت الغبره كتبقى تبان فيه. هذا هو الديفو اللي في هذا الاينوكس هذا، وهادو خصهم تحافظوا عليهم. يعني راه باقا سخونه دابا حيت شعلت العافيه. المهم هادو خصك تحافظوا عليهم لانه كيبغيو الحفاظ صراحه كيتكرفصوا. المهم ربع سنين هما عندي، راه الحمد لله راه صبر. دابا غادي نعاود نسرد شويه هاد البلاصه باش نلمعوا، باش نشارك معكم الطاجين اللي غادي ندير. انا غناخذ شيفون ناشف اللي يكون ما تيطلق لا خمله لا والو، وغادي نلمع به، غادي نلمع به هاد، راه هو كيرجع كيلمع ولكن خاصك ديما حاطيه وديما واقفه كتمسحي معاه تمسحي فيه. صافي، انا ديجا راني حكيت شويه بجافيل و عندي البرودوي غير ماشي دائما كنستخدمو. صافي ها هو دابا راه كيرجع كيلمع. بالنسبه للثمن البنات قلت لكم على لا مارك راه ويربول، وبالنسبه للثمن 950 درهم، 19000 ريال خديته انا ربع سنين دابا، ما عرفتش دابا الثمن شحال. المهم باش تاخذوا فكره ان هادشي ما كينقص زعما الثمن ديالو، يعني ما كاينش شي نقصان، كنظن بانه غيبقى بنفس الثمن على ما اعتقد. المهم باش تاخذوا فكره وصافي. المهم 19000 ريال باش خديته، وكتاخذوا معاه دوك الرويصات اللي لداخل اللي كتخافوا انهم يخسروا، هذا كيعطيكم السكور وتعطيكم الجلده، كتكون حتى الجلده لتحت. هو على ما قال لنا السيد قال لك راه كاين البعض اللي كيحيد هذوك اللعيبات اللي كيكونوا لداخل هنايا اللي كتخافوا يتبوشوا ليكم، كيعطينا السكور، قال كاين اللي كيحيدهم ما كيعطيهمش. المهم ردوا بالكم. وبالنسبه للجلده كتكون لتحت هنا باش ما تسربلكش الماء لتحت، كتكون الجلده هنا. صافي هادشي اللي فيه واللي ممكن نفيدكم به. المهم غادي نرد، كيف شفتوا راني حاطه الطاجين هنا، غادي نصايب الطاجين ديالي نرد هاد. بالنسبه للبنات واحد الحاجه غنعاود نقولها لكم، هي هادو اللي صراحه هما كيبغيوش تكرفيس، هادو راه كتكون عندهم واحد الجلده هنايا باش ما كيبقاوش يتحركوا. نحيدها باش تشوفوها، ها هي الجلده هادي. انا مشات ليا وحده طاحت ليا، ما عرفتش فين طاحت بكثره المسيح، طاحت لي صراحه، بقات وحده، والاخرى راه بقاو لها جوجات ديالها. صافي ردوا بالكم باش ما يطيحوش اللي عنده بحال هادي، باش ما يطيحوش ليك. وصافي هما هادو، صافي غادي نركبهم وغادي نبدا نوجد معكم الطاجين البنات. شفتي الطاجين؟ يعني تبارك الله ما شاء الله انا اللي كلا عندي الطاجين راه كيحماق عليه، كيعجبو المذاق،
فلهذا قررت اني نشارك معكم طريقة ديال الطاجين ديالي، واخا يعني داير داكشي قليل على قدنا وكنحاول شويه على الخضيره. صراحه راه هادشي اللي وقع في الاسواق راه كارثه عظمى. راه انا تصدمت والله القسم الا تصدمت لدرجه اني رجعت في حالي ما تقضيتش شي حوايج بسيطه جبتها، يعني تخلعت ويت... ما تخلعتش من الوباء قد ما تخلعت من بنادم. عرفتي راه بحال هاد المواقف وبحال هاد الازمات كيبينوا الشعب على حقيقته، والله ما نكذب عليكم الا كيبين الشعب على حقيقته. يعني الله يهدي ما خلق، راه ما غنموتوش بالجوع عباد الله، راه ما غنموتوش بالجوع. يعني الحمد لله الرزق موجود، الله سبحانه وتعالى رزقنا، راه ماشي 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 غتقطع الخضره ولا راه الخضره اللي غتنقارض، راه الوباء اللي منتشر، اما راه كلشي متواجد الحمد لله. والله ما تقضيت شي حاجه نخليهم حتى يساليو هما داكشي اللي سالي ونمشي نجيب داكشي اللي بقى، ما عندي حتى شي مشكل، نقضي باللي عندي اصلا القطنيه وداكشي الاخر كله راه عندي اصلا كنتقضاها في الشهر، ما عندي حتى شي مشكل، ما زدت حتى شي حاجه، شي حوايج بسيطه وقليله وصافي اللي ضروريه. وبالنسبه للخضيره وداكشي غندير داكشي قليل على قدنا انا وليداتي، يعني قليل داكشي، ما غاديش نكثر وما غاديش نضيع، يعني حدو قدو باش ما نلو حتى شي حاجه، ناكلو ونجمعو ونطويوه. بالنسبه ل ما تضحكوش عليا، هذه راه ديال الطاجين، راه ما عرفتش البنات علاش وقع ليها بحال هكا. الا كانت شي وحده فيكم وقعت لها هذه القضيه، انا راه ما عرفتش، كنت كنطيب عليها الطاجين ملي هزيت الطاجين لقيتها عواجت هكا، ما عرفتش ما عرفتش شنو وقع ليها. المهم كنحطها دائما باش نطيب عليها الطاجين. المهم غنبعث لكم باش تشوفوا، انا راه دايره غير الحيمات قليله هي، شوفوا انتم راه داكشي على قدنا انا وليداتي. المهم نوريكم الطريقه كيفاش كنطيب الطاجين، انا ديما مولعه بالطاجين ديال الطين، راه ما كنطيبش في الكوكوط البنات، اغلبيه الوقت غتلقاوني بحال هادشي كنطيبو في قليل الحوايج اللي كنطيبهم في الكوكوط، يعني الا كان شي حاجه غنشاركها معكم لي سبيسيال. بالنسبه لهذا الشيء اللي كنطيب انا وليداتي في الدار، كندير غير الطواجين ديال الطين، والله العظيم الا راه عندي ربعه ديال الطواجين بلا الخامس تهرت لي، يعني انا من النوع اللي مبلي بالطين. المهم هذا هو الحيمات ديالي، غنبعث لكم باش تشوفوا، غنبدا نصب معكم الطاجين. الطريقه ديالي اللي صراحه كيطلع بها الطاجين بنين، تقول لي كتشكري راسك لا جربوه وردوا عليا انت. بسم الله غادي ندير شويه ديال زيت الزيتون، ها هي كندير زيت الزيتون، غندير شويه ديال زيت الزيتون وما نكثرش لان باقي غنضيف زيت الزيتون في بلاصه اخرى، زيد واحد شويه صافي. غادي نشعل النار اللي تكون شويه ناقصه، انا زيت الزيتون البنات راه ديما مغطياها، ها نتوما شوفوا دايرها في هاد الكريطنات هادو ديالهم اصلا صافي، والقرعه ملي كتخفى كنعاود نعمرها بالزيت اللي عندي صافي. غندير شويه ديال الملح، دير شويه ديال الملح لان الملح باقي غادي نضيفو، ندير غير داكشي اللي غادي نقلي ليه هادشي الاولاني. بالنسبه البصله كندير، ما تديوش على الكراده راه انا اللي عوجتها حطيت عليها طاجين سخون وهي تعواج. غندير بصله، بصله اللي متوسطه يعني قطعتها على هاد الشكل، قطعوها بالشكل اللي نتوما باغيين. والثومه تهلاو في الثومه في هذه الفتره هذه، كلوا الثومه اي حاجه فيها الثومه حاولوا ديروها، انا درت هنا ثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم اللي يكونوا كبار حكيتهم صافي. غادي نقلي هذا الشيء شويه عاد غادي نضيف العطريه. المهم غنشعل النار، بالنسبه للعافيه حاولوا ما تجهدوش العافيه في الاول ملي غادي نبغي نقلي، راه غادي ندير نحيد لكم غير باش تشوفوا العافيه، انتم شوفوا انا نحاول نقص غير شويه على ما تقلى. ملي غادي ندير الخضره اللي غنقص عليها في مره هي هذه القياس اللي غادي ندير صافي، عفوا سمحوا لي على الصوت صافي. غادي نسد على الطاجين على ما نوجد الخضيره اللي غادي ندير، غندير خضره عاديه بسيطه ما غاديش ندير شي حاجه اللي كثيره، ما بغاش نضيع صراحه. مهم كل مره نقسمو الجوده على الايام، خلاها شيخي مسكين الله يذكره بخير تيقول لي دائما قسمي الجوده على الايام باش تكفيك وباش تقدري توفري وتقدري تكملي يعني الشهر ديالك مزيان. المهم بقاو معايا لما نصايب الخضيره ديالي وانا راجعه لكم. من بعد ما تقلى لي اللحم البنات، هانتوما كي كتشوفون راه عندي غير كوتليت يعني دغيا غادي يطيب، غادي ندير الخضره وكلشي تقريبا في دقه. المهم غادي ندير شويه العطريه، غندير غير شويه شويه لانني باقي غادي نضيف العطريه في بلاصه اخرى. غادي ندير شويه ديال التحميره، انا كندير تحميره البنات، كندير غير واحد شويه تقريبا ربع معلقه، ندير شويه وصافي. غادي نضيف شويه ديال الخرقوم، كتعجبني التحميره انا، وبالحق البنات انا كندير تحميره طبيعيه
كندير تحميره طبيعيه، ماشي التحميره اللي كتباع في هذيك كتكون صايبه على اليد، يعني كتكون الفلفله الحمراء، فلفله حمراء اللي كتكون رقيقه ما تاخذوش الغليظه. صافي كتبداو تيبسوها الا ما عندكمش، بحال دابا كنطيب الخبز نستفها في اللاطا، نحيد لهذيك الزريعه ونستفها هكاك نقطعها ونستفها في اللاطا ونبقى ندخلها فين ما طيبت الخبز، خرجت الخبز نطفي الفران وندخلها، تبقى هكا عده مرات حتى كتيبس كتولي مقرمشه. صافي وكنطحنها، كنضيف شويه ديال الابزار. هي انا هذه ما صايبتهاش، انا هذه اللي عندي دابا ما صايبتهاش، جبتها من واحد السيده كتصايبها، كتصايبها لنا هذه المره ما صايبتهاش. نضيف شويه ديال الزنجبير، صافي الملحه ديجا درتها. صافي غادي نحاول نشرمل هذا اللحم مزيان، يعني راه واخا كيبان لكم راه هادو تيخويو ليا غير شويه، راه تيبان لكم هكاك رانا دايره غير شويه شويه من حاجه. المهم هذا هو الطاجين ديالي، كنتمنى تقبلوا عليا. المهم غنحاول نخلط هذا الشيء، عاد من بعد غادي نحط الحيمات في الوسط. المهم غادي نخلي العناصر تنسجم ونوجد الخضيره ديالي، انا ديجا وجدت الجلبانه. وجدت جلبانه ها هي، صافي غنقي الخضره اللي باقا خاصاني، ها هي جلبانه، نوجد الخضره اللي باقا خاصاني وهنرجع لكم. بالنسبه للربيع انا غادي نصايبو دابا وغادي ندير منه شويه ونرجع لكم. انا البنات جبتكم البلاصه الاخرى كنوجد فيها. بالنسبه للخضره غنحتاج غير الخيزو، غندير شويه خيزو وبطاطا وجلبانه. على ديك الربيع قلت لكم راه غادي نصايب الربيع، ها انت البنات الربيع كنديرو دائما في واحد الثوب عاد كنديرو في الساشيه، ها انت هاد الثوب ديال القطن، يكون عندك ثوب ديال القطن. انا هذا كندير سيرفيت تقطع السروال، صافي وصبنته قطعته ووليت كنستخدمو هكا كنجمع فيه اي ثوب ديال القطن، شي مشكل. المهم حتى هاد الثوب هذا ما بغيتش نضيعو لانه صراحه كيحافظ ليا على، ها انتما شوفوا الربيع هذا ديجا كانت صفراء، ها انتما شوفوا الربيع البنات والله العظيم هذا الربيع الى راه دابا عنده سيمانه عند هذا الربيع، ها انتما شوفوا يعني تبارك الله ما شاء الله بقى محافظ على الخضوره ديالو. شنو كندير له انا؟ كنحاول ملي كنجيبو كنحاول نحلو مزيان، خليه ينشف من الماء مزيان، اللي كيكونوا هما راشين حيت كيكرشوه بالماء، كنخليه ينشف مزيان صافي وكنقيه، كنقيه مزيان وكنجمعو في واحد الثوب اللي يكون ديال القطن. كيف ما قلت لكم خصصت انا داك الثوب غير للربيع، ها انتما شوفوا يعني تبارك الله ما شاء الله راه ما كاينش زعما يتبدل ليه اللون ولا صافي. دابا غنهز منه، راه ديجا منقياه، غنهز منه باش نقطع. انا البنات من بعد ما تقللت ليا الحيمات مع البصله والثومه والعطريه، دابا غادي نوضع. انا ديجا راني نقيت الخضره ديالي، ها هي هي الخضره ديجا منقيه، نبعد لكم باش تشوفوا. ها هي عندي بطاطا وجلبانه وخيزو، غناخذ شويه ديال الخيزو غادي نوضعها لتحت هنا غير باش تطلق ليا النسمه في المريقه، خلي غير باش غادي نزين هنا. وناخذ شويه ديال الجلبانه حتى هي نوضعها لتحت، فانا راه دايره قلت لكم غير شويه صافي. دابا تشوفوا معايا شنو غادي ندير بالنسبه لهاد الخضيره هادي، نتمنى يكون كيبان لكم. هانتوما هنا بالنسبه لهاد الخضيره، باقا غادي نحرك شويه هاد الخضيره لان غندير شويه ديال الربيع. ها هو راني قطعته، ندير شويه، ها هو غادي نحاول نوزعو، نحاول نوزعو عاد نقاد هذا الشيء غير باش حتى اللحم حتى هو يتشرب ليا من هاد الربيع. صافي دابا غادي ناخذ الخضره ديالي. بالنسبه للخضره ها هي كيف قلت غادي غنحتاج نضيف ليها واحد شويه ديال زيت الزيتون، يعني واحد المعلقه
ديال زيت الزيتون صافي. وغادي نضيف لها شويه شويه من العطريه، يعني غير كيف غنسمها ما نخليهاش هكا، شويه ديال سكنجبير يعني واحد راس معلقه، غنوضع لها شويه ديال الملح صافي. انا راه تنقلل الملح، يعني ما تنكثرش الملح في الماكله ولا في الخبز ولا في كل شيء، نحاول نتفاداه. شويه ديال التحميره وشويه ديال الابزار، هذه الطريقه ديالي كتطلع صراحه الطاجين بنين. بالنسبه انا ما عنديش دابا الوقت، ندير غير شويه. بالنسبه انا ما عنديش الوقت دابا، يعني انا نورمالمون كنت كنشد هذه الخضره هذه كندير لها هكا وكنخليها واحد ملي كنخلطها بحال هكا كنخليها واحد الفتره، حتى كتطلق لي الماء ديالها. كنعرفوا بلي الخضره ملي كديري لها الملح كتطلق الماء، هذاك الماء هو اللي كنطيب به فقط، ما كنضيفش كاع الماء. ولا بغيتوا تضيفوا الماء يعني تضيفوا واحد الكميه قليله، وتضيفوا الماء اللي يكون غليان، ما تضيفوش يعني الماء يكون طايب مزيان صافي. دابا غادي نستف الخضره، غنضيف عليها شويه ديال الربيع، نضيف عليها غير شويه ديال الربيع صافي بحال هكا. ها انتم شوفوا كي كندير لها انا صافي. غادي نخليها تنسجم، نخلطها مزيان باش تدخل العطريه مزيان صافي. وغادي نستفها في الطاجين ديالي. هذا هو الطويجين ديالي البنات، من بعد ما استفت الخضيره ديالي هانتوما كي كتشوفوا. المهم موالفه كندير حتى هذه حتى مطيشه، موالفه كندير حتى مطيشه طرونش، وكنت كندير المزاود الحارين بحكم ان دابا كاينه ازمه يعني ما خصنيش نخرج. مطيشه عندي قليله وكنبغيها بزاف في الشلاضه صافي، اكتفيت بهذا الشيء بركه عليا. وبالنسبه للمزاود الحارين ما عنديش صافي، اكتفيت بهذا الشيء. غادي نسد عليه ونخليه يطيب على عافيه مهيله. انا راه نقص البوطه على حدها وغادي نغطيه ونخليه يطيب على خاطرو. ومن الافضل انكم ملي كتفيقوا في الصباح وكتبغوا ديروا الطاجين، اول حاجه بداو بها هي الطاجين وخليوه يطيب على خاطرو باش ما تضيفوش الماء. انا الماء ديجا مغلياه، راه هو اللي هي في المقراش ها هو. قلت انا الا احتاجيت الماء، وغالبا انا ما كنحتاجش الماء في الطاجين، يعني غير الخضره كتطلق الماء ديالها كيطيب في هذاك الماء فقط، يعني قليل فاش كنضيف الماء، قليل بزاف. فبقوا معايا باش تشوفوا الطاجين ملي غادي يطيب. هذا هو الطاجين ديالنا البنات، من بعد ما طاب راه باقي كي راكم عارفين الطاجين كيبقى شاد السخونيه. المهم هو هذا، راه ما حركته ما حتى شي حاجه، ما زدت فيه حتى نقطه ديال الماء، والله العظيم ما زدت حتى نقطه ديال الماء. ها نتوما شوفوا راه طلقات الخضره، طلقات الماء ديالها. واخيرا طاب الطويجين ديالنا كيف كتشوفوا، كيجي صراحه بنين، الريحه طالعه منه كتشهي. بالنسبه للماء راني ما ضفت حتى نقطه ديال الماء، يعني طاب في هذاك الماء اللي طلقات الخضره فقط. كنت مغليه الماء، ها هو ديجا كنت دايره في المقراش مغلياه، ولكن ما احتاجيتوش لان انا كنت خايفه في الاول. انا موالفه كنديرها الطريقه دي وكندير الخضره وكنخليها واحد شويه حتى كتطلق، داك الماء ديالها هو اللي كنخوي في الطاجين. ملي درتها دابا مع دربانه درتها في مره، قلت ما غاديش تطلق الماء، ساعه طلقات الماء مزيان صافي، طاب غير في داك الماء اللي الماء ديال الخضره، ما احتاجيتش نضيف الماء نهائيا. يعني الجلبانه طابت ما شاء الله مزيان، خيزو بطاطا. واصلا الخضره ديال هاد الوقيته هذه كتكون زوينه كطيب دغيا. بالنسبه للحيمات اصلا كنجيبهم من الجزار، كيكونوا دائما الحيمات صغيره دغيا كطيب لي غير في الطاجين، ما كنحتاجش نديرها في الكوكوط. انا الكوكوط قليلا ما كنستخدمها. ايوا هذا هو الطويجين ديالنا في هاد الاجواء وهاد الازمه ديال كورونا، الحمد لله اللهم اديمها نعمه. غادي نتعشاو. بالنسبه لان دايره الطويجين للعشاء، لان في الغداء غير ديبانيت انا وليداتي، دابا غادي نتعشاو بهاد الطويجين. وصلنا لنهايه لا فيديو، كنتمنى يكون هاد لا فيديو عجبكم، وتخليوا لي لايك ديالكم وتعليق ديالكم لما لا. ومرحبا باي مشترك جديد غيدخل عندي القناه، ونكونوا عائله كبيره ان شاء الله باذن الله، ونفيدوا بعضياتنا. شكرا لاي واحد شاهد لا فيديو حتى لهاد اللحظه هذه، حتى كمل لا فيديو، شكرا ليك بزاف لهذا اللي شاهد لا فيديو حتى لدابا. دمتم في رعايه الله، وكنتمنى لكم طولة العمر والصحه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.